اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن امتناع السلاحف عن تناول الطعام. الامتناع عن الاكل احيانا بيكون بسبب ان السلحفه مريضه. من اعراض المرض الرشح من الانف، الانتفاخ في العيون، الالتهاب في الفم، او العرج اثناء الحركه. ففي الحاله دي لازم توديها عند طبيب بيطري متخصص وتبدا تعالجها، لان السلحفه المريضه شهيتها ما بتكونش مفتوحه وبترفض الاكل. اما لو كانت السلحفه سليمه ففي الغالب امتناعها عن الاكل بيكون لسببين. السبب الاول لما تكون لسه جايبها جديد ما بترضاش تاكل، وده لانها لسه بتتعرف على بيئه جديده واشخاص جداد، وفي الحاله دي الموضوع بيكون طبيعي جدا جدا، وفتره الامتناع عن الطعام بتكون من 3 ايام لاسبوع. السبب الثاني بيكون انخفاض درجه الحراره او تقلبها الدائم، والحل انك تمد سلحفتك بمصادر تدفئه في النهار زي الشمس او لمبه مصدره للحراره ولمبه يو في بي مصدره للاشعه فوق البنفسجيه كبدائل للشمس تعلقهم فوق بيتها، وبالليل تدفيها عن طريق وضعها في مكان دافي او توفر ليها لمبه سيراميك حراريه داخل مبيتها. الحراره مهمه جدا لتنشيط العمليات الحيويه في اجسام الزواحف وفتح شهيتهم ومساعدتهم على الهضم، خصوصا حراره الشمس وكمان اضاءتها الغنيه بالفيتامينات والاشعه المفيده. فضروري تشمس سلحفتك بشكل يومي، بدون الحراره المناسبه السلحفه مش هتتقبل انها تاكل. وبقدر الامكان لازم تحافظ على درجه حراره بيتها ثابته ونمنع انها تتعرض لتغيرات مفاجئه في درجات الحراره. كمان من الاجراءات المهمه لفتح شهيه السلحفه هو نقعها في مياه دافئه، وده عن طريق اننا بنجيب طبق خويط او اي حاويه خويطه ونملاها مياه دافيه بعمق لا يتخطى مستوى راس السلحفه، ونسيبها فيها لمده 10 دقائق، والعمليه دي بتتكرر مره كل اسبوع. الاجراء ده بيساعد جدا في استعاده السلحفه لشهيتها. في الفترة دي برضو من المهم تحاول تجرب مأكولات جديدة مع السلحفة، لربما نوع الأكل اللي بتقدمه لها يكون مش عاجبها. أحد الأسباب أيضا بيكون البياد الشتوي، والموضوع ده بيخص السلاحف اليونانية فقط، لأن السلاحف المصرية وسلاحف السلقات السودانية ما بيعملوش بياد شتوي. لو درجة حرارة الجو وصلت 10 درجات مئوية فما تحت، السلاحف اليونانية هتبدأ تدخل في حالة سبات طول الشتاء وهتمتنع فيها عن تناول الطعام نهائيا، وده بيبقى أمر طبيعي بالنسبة للنوع ده. لكن برضو عادي انك تمنع البيت الشتوي عن طريق انك تخلي درجة حرارة بيت السلحفة مستقرة وعالية في بيتها، وده بيكون الاختيار الافضل دايما في الاسر. بالنسبة للسلاحف البرمائية اللي مش راضية تاكل، برضو تأكد الاول انها مش مريضة وانها مش في بيت زي ده. وزي البرية برضو السلاحف البرمائية لازمها حرارة عشان شهيتها تتفتح، فلازم تجيب لها سخان مية مخصوص لأحواض السمك علشان يدفي المية اللي عندها، ولازم تتشمس بانتظام برضو، وتحاول تقدم لها مأكولات ريحتها نفاذة زي الأسماك الصغيرة وقطع الدجاج والجمبري عشان تفتح شهيتها على الأكل. للمزيد عن تشميس السلاحف ودرجات الحرارة المناسبة ليهم، شاهد فيديو تشميس السلاحف على القناة. أتمنى يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. لو فعلا الفيديو فاتكم وعجبكم أتمنى تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير مع أصدقائكم اللي بيحبوا بيربوا سلاحف، وما تنسوش الانضمام لجروب رابطة محب السلاحف على الفيسبوك.